نحكي عن مرحلة كتير حساسة بحياة الإنسان، هي مرحلة الطفولة يلي بيكون فيها كتير خيارات متعددة، بيكون فيها أحلام كتيرة. رح نحكي عن طفولة سمير كريم. من صغري ملت، يعني صار عندي ميول لشغلة إنه موضوع الرسم، فاتجهت صرت حاول بالمدرسة بالبيت حاول دائما أرسم، يعني رسم بشكل مستمر. انتبهوا الأهل، انتبهت الوالدة كذا إنه والله رسمك حلو، صار يشجعوني طبعا بهالتشجيع هذا المتواصل. وبالمدرسة كمان كنت أنا دائما كتب القراءة أمسكها هيك وأرسم منها وهيك، فلاقوا هالبواء هالشي إنه حاولوا بأي نمولية. أنا كنت بالطلائع رائد طليعي طبعا، وأخذت الأول على سوريا وشجعوني كتير وكذا، وطلعت بعثة على بلغاريا. الوالدة بفترة هيك الله يرحمها بهذيك الفترات كان دائما هي تشجعني تشيل من مصروفة وكذا، وتحاول دائما تأمل لي المواد الألوان اللي هيك. فهذا الشيء عطى عندي دافع انه انا ليش ما استمر. بمرحلة الإعدادية والثانوية دائما اعمل معارض، شارك بمعارض، يعني هذا الشيء كمان المعرض هو نمالي الموهبة، وصرت انا اطلع على فنانين اكبر مني وتعلم منهم. يعني الإنسان الوقت بيتعلم مو عيب، بالعكس يتعلم ويعمل مدرسة لحاله. انا وقت صرت اشوف الآخرين وتعلم منه صرت أوجد أنا طريقة تانية، وضيف شيء للون، ضيف شيء للمسات الفنية اللي خاصة بكل رسام، وهي الموهبة هي صقلة هذا الشيء. الرسام بحد ذاته هو في شيء عنده داخلي، يعني في شيء بيطالعه. وين بيطالعه؟ باللوحة. فأنا اتجهت لكتير أشياء برسم من طفولتي، كنت برسم الخشب والمائي وكذا، وقت كبرت صرت أرسم زيتي. طورت كمان صرت أدخل بمجالات في شغلات حديثة جدا، رسم على الزجاج، رسم الأواني الزجاجية، رسم على الأرضيات، الرسم الخارجي، يعني اللوحات الجدارية. حققت هيدا الحلم؟ والله حققته. كملت بكلية الفنون الجميلة وأخذت الأول على دفعتي بالجامعة. وأنا بذكر بس قصة بزمان، والله يرحمه سليمان العيسى شاعر، اجتمعت فيه بإحدى المنتديات وكان في عندي معرض، مشارك بمعرض أنا. أما أحد الأشخاص اللي هو عم بيلقي شعر رسمه، فرسمته فأخذوا الرسمة فصاروا يقولوا له ما خلوني يشوفني إلي وقت رسمته، رسمته بالخفاء. أم قال له شو؟ قال لهم هذا دكتور الراسم، مو معقولة. قالوا له هذا طفل بالصف الخامس. وقت قال لي أنا قد ما حبني هو الله يرحمه سليمان العيسى شاعر، ونحن منوعاله بصغرنا بالكتب القراءة وكذا، وكان حلمي شوفه وحلم وفعلا شفته. وقت شفته حبني كتير وقال لي أنا بتبناك، إذا بدي أحس أنه أنت رح تطلع شيء بالمستقبل قد ما شجعني والله يرحمه. فقال لهم هذا رسم واحد كبير بالعمر، مو رسم صف خامس والله إلا بتذكره. وهذا الشيء كمان هي النقطة نسيت يعني قلك عليها بطفولتي، شجعتني كتير. كيف حققت هذا الحلم؟ والله بالمسابرة، بالجهد، بالتعب. يعني هو كان إجا حصيلة تعب سنين من الطفولة، وأنا بأسس أنه خلص هذا حلمي لازم أوصل له. فتعبت كتير، وبعدين أنا وتحسيت حالي أني أنا كملت بالفنون. وحتى جتني فرصة أنه أنا كمل هندسة ديكور بالجامعة وكنت من الأوائل، هذا شجعني أنه أنا يكون للأحسن إن شاء الله دائما للأفضل. وبتمنى من كل إنسان عنده موهبة يحاولوا ينموا له هالموهبة. من الأشخاص اللي أثروا بحياتك وحابب توجه له رسالة شكر؟ والله شكر هو لكتير ناس زملاء، والشكر الأول لوالدتي الله يرحمها ولوالدي اللي هن ربوني وتعبوا فيني وكذا ولصرت. وطبعا هذا الجيل أنا هلأ صار عندي مرة وولاد وكذا، فعندي بنتي هلأ أخذ نفس المسيرة وعب شجعة كتير. يعني أنا هلأ بعطي مثلا دروس خصوصي كذا، بجيب قال له تعي عدي معنا وتعلمي، وصرت علم الرسم مراحل رسم، صايرة رسامة يعني ما شاء الله. قلت له بتصيري أحسن من أبوكي. اللي زملاء بالعمل وهيك قالوا لي والله رسمك حلو، صار هن رسم لنا لبيتنا كذا، يعني شجعوني لحتى أني أنا حتى على الحياة العملية أشتغل. فأنا بشكرهم كلهم جميعا كلهم. بترجع الأيام للوراء كنت بتختار نفس الطريق ولا كنت سلك الطريق تاني؟ لا ما بتوقع، لأنه هي الموهبة يعني نشأت معي وكملت، وهيك نصيبي بهي بالحياة بكل شيء. يعني بحس حالي أنه أنا الحمد لله أموري كلها بخير ووصلت لمراحل متطورة جدا بالفن. أحلامنا وين هلأ؟ أحلامنا أفتح معهد ودرس الناس اللي عندها مواهب، الأطفال كذا، أنه اللي عندهم هالموهبة أنا أكون مشرف ونميلهم ياها وأعطيهم من قلبي لحتى يصيروا أحسن مني. كمان موضوع الديكور التلفزيوني له خصوصيته،
من ناحية الكاميرات، يعني هلأ بيتم المناقشة مع مثلا مدير الإضاءة، مدير الصوت، المخرج كذا، فصار في توجه تاني للأشياء بالنسبة للديكور. فموضوع الديكور كمان أعطاني مجال تاني لموضوع الديكور، يعني غير الديكورات العامة.